ننتقل إلى عمر بشير مراسلنا في لندن. ما هي الأوضاع في لندن؟ يعني الأوضاع الإيجابية هي سيدة الموقف هنا في لندن اليوم الثاني على التوالي. اليوم سجل أدنى عدد من الوفيات منذ 8 أسابيع، تجاوز رقم الأمس الذي كان الأدنى. اليوم سجل 160 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات في المملكة المتحدة 796 حالة وفاة. الحكومة البريطانية، وزارة الصحة البريطانية، قالت أنه ربما يتعين على البريطانيين التعايش مع فيروس كورونا إذا لم يتم التوصل إلى علاج. التعايش يعني الإبقاء على الإجراءات الحالية، من ارتداء الكمامات، من الحفاظ على التباعد الاجتماعي، من التقليل من استخدام المواصلات العامة. أيضا الحكومة البريطانية قالت أنه سيتم إجراء إعادة لتقييم الحجر المنزلي كل 3 أسابيع، بمعنى أن الأسبوع المقبل سيشهد إجراء من الحكومة البريطانية حول هذا الموضوع. نعم.